مصطفى بالعرض، عادل يدفع عليها عادل ويخش يحط الجول الثاني. عامر محمد عامر الجول الثاني. محمد عامر اسم لا يحتاج إلى مفردات ومعان وألفاظ لتعرف هذا الشخص. هو ابن الأهلي ونجمه السابق، صاحب البصمة الحقيقية التي كانت وراء ظهور مواهب الكرة التي باتت تمثل النواة الأساسية لفريق الأهلي ومنتخب مصر حاليا، من بينهم رمضان صبحي، محمد هاني، كريم ندفد. بدأ محمد عامر مسيرته مع كرة القدم في نادي كفر الشيخ، لم يتخطى حاجز 13 ربيع، لكن موهبته منحته تأشيرة الانضمام للفريق الأول بنفس النادي وهو لم يكمل 16 عام، ثم انضم لمنتخب المدارس موسم 75 برفقة لاعبين كبار مثل مختار مختار، ثابت البطل، أحمد عبد الحليم، طاهر الشيخ، مصطفى عبدو وإكرامي، ثم انضم للقلعة الحمراء وهو في عمر 23 عام عام 77 في أغلى صفقة وقتها مقابل 7500 جنيه. لعب محمد عامر 206 مباريات محلية، 50 مباراة إفريقية، حصد 7 ألقاب دوري و6 بطولات لكأس مصر وكأس إفريقيا 3 مرات، البطولة الأولمبية بالجزائر موسم 79، أمم إفريقيا بنيجيريا موسم 80. عمل محمد عامر في مجال التدريب منذ اعتزاله، حيث انضم لقطاع الناشئين بالنادي، كما انضم للجهاز الفني لمنتخب مصر لمدة 5 سنوات تحت قيادة المدير الفني محمود الجهري. تولى تدريب عدد من الأندية المصرية بجانب رئاسة قطاع الناشئين في الأهلي لعدة سنوات، أخرج خلالها أغلب الجيل الحالي الذي يمثل القوام الرئيسي لفريق الأهلي.